السالفة وما فيها، ركزوا. هذا واحد قاعد ينزل اعلانات بموقع حرائج سيارات مستخدمة، الانترا 2012 يحط سعرها 20,000، سيارة تسوى 40,000، كوريلا مدري كم، كامري مدري كم. المهم جاي وحاط حاط بالواتساب صور معرضنا، وحاط موقع معرضنا، وحتى عارض موقع حرائج باسم معرضنا، وقاعدين الناس يكلمون مقفل جواله ويراسلهم واتساب، يقول حول عربون 200 300، والسياره بالمعرض روح شوفها، اذا ما اصلحت لك نرجع لك العربون. انا من الرجال نصاب، انا له اسبوعين في ناس يكلموني وانا بالرياض، عندك كامري؟ لا ما عندي. طيب ترى في واحد منزل اعلان قاعد يكذب، مستعمل طبعا مو بجديد. اليوم الصباح جيت المعرض لقيت ناس تخيلوا جايين من الشرقيه اثنين، والله يقول والله ما نمنا للحين، يقول عندك كله مستخدم 2012. قلت اعطوني الرقم اللي عرضها، وراسته بالواتساب وقاعد يضحك علي وحاط صورة ومعرض. وقبل شوي جاء دخل علي واحد جاي من البكرية نفس الحكاية، يقول في عندك الانترا 2012. قلت كم الرقم؟ يعطي الرقم مثل رقم ثاني غير الرقم الاول. فانتبهوا، لا حد يحول ريال واحد لشخص، حول بحساب معرض، مهما عطاك رقم حساب لا تحول. حتى لو قال حول لي 50 ريال عربون، قل له عطني رقم حساب المعرض بس، لا تعطي اي حساب ثاني. الله يسعدكم وتكفون، وانشروا الرسالة علموا الناس، معليش يعني.